بين درجة الموضوع. لا درجة بعد كم ساعة. رح نبدأ بعناوين الصحف صدرها صباح هذا اليوم في بيروت الخميس 12 تشرين الثاني 2020. البداية مع صحيفة الأخبار. واثقون بصلابة عون في ملف الترسيم وموقف باسيل شجاع ويبنى عليه نصر الله، جاهزون لرد سريع على أي حماقة. وبالصورة حزب الحرب يحرض ترامب لنهاجم إيران. علما انه هلا حتى امبارح سيد نصر الله تطرق للموضوع انه اسرائيل كثير عم ينحكى انه اسرائيل ممكن تستفيد من هيدي الفتره بين تسليم وتسلم بالبيت الابيض حتى تشن عدوان على لبنان. ما فيها تعمل هلا، عم تمضي اتفاقيه سلام مع بعض الدول العربيه بدها تلحق. بالجمهوريه واشنطن عقوبات شامله قريبا بانتظار العداله، وصوره دماء شهدائنا اكبر من طوائفكم. هون عم نحكي عن اعتصام اهالي ضحايا انفجار المرفأ، مرفأ بيروت. معهم حق، وفي كتير بعد أكيد مظلومين موجودين بالسجون او موقوفين في الديار. مهمة الموفد الفرنسي تأكيد استمرار المبادرة والسعي للملمة الوضع واستعجال تأليف الحكومة. كباش حول كيفية تسمية وزيري الداخلية والطاقة وخلاف على تسمية وزراء مسيحيين. مفاوضات الترسيم، فيلم أمريكي طويل، لبنان متمسك بحقوقه والإسرائيلي يماطل ويناور. بس تهيت تكون كتير واضحة على الكل اليوم، سعد الحريري اللي بيقبل انه الثنائي الشيعي يسمي وزراءه، واللي بيقبل انه وليد جنبلاط يختار وزاراته يسمي وزراءه، ما بفتكر بيطلع بيقدر يطلع عند ميشيل عون ويقول له انا بدي اسمي الوزراء المسيحيين. لا. يعني تنكون كتير واعيين، هيدا العقدة الاساسية اليوم. باللواء مطالبة فرنسية بإنجاز الحكومة قبل المؤتمر الدولي حول لبنان. حرب خرائط في الترسيب البحري وإرباك في إدارة الإقفال بوجه كورونا. هيدي اللواء متاخدة عن الإنترنت، يعني مفتوحة عن الإنترنت الصفحة. ليش حاطين غير مخصص للبيع؟ ما بعرف والله، دقيقة الملاحظة صديقي. نعم، بكاريكاتور أنطوان غانم بالجمهورية. موفد ماكرون وصل إلى لبنان، صيانة حامل شنطة صيانة حكومية، قطع وصل تركيب فك عقد مد خطوط نزع فتيل. بس للمرة الأولى ملكة جمال أمريكا من أصول أفريقية، خلينا نتفرج. حلوة إيه جدا، حلوة جدا جدا. نعم هي فازت ملكة جمال ولاية ميسيسيبي، بس عمرها 22 سنة. تأجل الحفل شهر بسبب كورونا. اسمها برلينج يمكن لاسيا. مهم نحن عنا ملكة جمال لبنان صامدة لثلاث سنوات على التوالي. نعم. في ثالث سنة أكيد. ومنتابع 50 سنة بمثل هالنهار، بنرجع لورا بالعام 1970. كانت عناوين صحيفة النهار على الشكل التالي. اليوم يشيع دوغال في قريته ويحضر أكثر من 80 زعيما قداسا عن نفسه، أضخم من مآتم تشرشل وكندي وأيزنهاور. فرنجية في باريس، جئت أفي جزءا من ديوننا. حلو الكلام. شارل دوغول عايش ما بين العام 1890 والعام 1970. حفر العامل بالزميل هذه الكلمات على حجر الضريح الرخامي، كأنه بيحاول أنه يحصر كل ما كأنه كان الرجل بعبارة واحدة وبسيطة، أبسط ما يمكن. البحث في التعديل الوزاري، حديث الصالونات. الجهات المعنية تتمسك بالحكومة لأنها ذات مهمة محددة، ولكن تبحث في حكومة برلمانية قبل انتهاء هذه المهمة. والتقديرات النهائية لكلفة تنفيذ الضمان الصحي، 61 مليون ليرة يدفعها الأجراء وأرباب العمل على أساس كون المضمونين والمستفيدين 560 ألفا. 60 مليون يا عيب الشوم كثير قليل. صحف العالم الغربي والشرقي والعربي تجمع على الإشادة بدوغول. نيويورك تايمز، حكم كملك وترك السلطة مرتين كديمقراطي. المجاهد، وجدت الجزائر في خصم الأمس نصيرا للتعاون معها. وهي في البيكاديلي، الوالي ينام ورنفل تسعد الشعب. هون مسرحية صح النوم كانت عم تتقدم من بعد أثر البيكاديلي، كانت عم تتقدم بالشام بمعرض دمشق الدولي. وقبل 30 سنة يعني سنة 1940 نكبت رومانيا بأكبر زلزال عرفته منذ القرن السابع عشر، أدى إلى كثير من الضحايا.
وقع فندق الكارلتون وقتها، وكان بالبنايه 500 نفس تقريبا، فقتل نصفهم ولا يزال 200 لاجئين بالاقبيه تحت الارض، والامل بانقاذهم ضئيل نفس جدا. لك مش شخص، نفس هيك كان ينكتب بالصحافه. كاريكاتور بيير صادق الله يرحمه مثل ما عم نشوف. هذا بيشبه المشنوق. ايه مين هذا؟ هون الرئيس صائب سلام الله يرحمه، يعني متحول ل بالتياب، لابس تياب الرئيس فرنجية، بيقول يدوم عزك يا ابو العز، العز بيلبق لاصحابه، سبع الغاب مره غاب تجي؟ لا بتحمي، بتحمي الغاب بغيابه. هون مستضيف حدا كان يبدو عم بيسمع الغنية المواطن الباهي الادغم. هيدي كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة صباح هذا اليوم. نحن وياكم لفاصل، بعد الفاصل الدكتور جبران أرنعوني. جهزوا حالكم، عدوا حد التليفون، رح تطلبونا على 01-491-702 إذا عندكم أي موضوع تسألوا عنه، إنما بعد الفاصل خليكم معنا.